يعطيكم العافية صبايا. هيدا الفيديو لحتى أشرح فيه الابليكيشن. نحنا هدفنا نطلع الورك. عنا تو سيتويشن. ابليكيشن وان عندي أهم شيء تنتبه دي كيف هي، يعني طلوع ولا نزول. عندي أوبجكت، أول سؤال أوبجكت نازل نزول من بوينت A ل B، أكيد عطيني طول الـ AB اللي هي 5، وعطيني كل الأشياء وأي اللي فيه فريكشن. بما أنه نازل نزول حيكون الفريكشن لورا، أوكي. هيدي الـ MG نزول، وعندي نورمال كلير اللي هي perpendicular، وعندي هيدي الألفا إيكوال 30 ديجري، مظبوط. هو مشي من A ل B، يعني هيدا هو الـ D فيكتور، مظبوط. يعني AB هي D فيكتور. بتبلش تطلع الورك لك الفورس. Work done by n هي n dot d، يعني n مضروبة بd مضروبة بكوساين الانجل. هيدي الd وهيدي الn هي perpendicular عليه، فبتطلع كوساين 90 equal to 0. عطول تقريبا normal reaction بيكون الورك اللي قلها 0، اوكي. normal reaction عطول تقريبا 0 جول. هلا هيدي لا resistive ولا motive لانه 0. work done by friction. هلا دي هيك دي من A ل B وفريكشن لورا، الانجل بيناتهم 180. سو ورك دون باي فريكشن هي F دوت D equal F D كوساين 180 equal minus F D، يعني بتطلع عندي نيجاتيف يعني ريزيستيف. ورك دون باي MG. انتبهي معي اول شغلة، هيدا ال MG مزبوط، وهيدا ال AB، هيدا ال D. احملي ال D حطي لهم راسهم على بعض، اوكي. يعني يعني احملي هذا الدي حطي له راسه على راسه، مش هيدي الانجل بيناتهم؟ طب هي الانجل هي اذا هيدا تريانجل مش هي 90، يعني هاي زائد هاي 90، يعني هيدي 90 ناقص الفا. ورك دون باي ام جي بتساوي ام جي دوت دي، يعني ام جي دي كوساين 90 ناقص الفا. كوساين 90 ناقص الفا بيطلع ساين الفا وبيطلع بوزيتيف. خديها قاعده على طول لما يكون الاوبجكت نازل نزول نازل نزول، اوكي. يعني كان على ارتفاع عالي وصار على ارتفاع واطي، بيكون الورك دم باي ويت هي بوزيتيف، لانه انت لما تكوني نازله على الدرج بتحسي حالك اسهل من لما تكوني طالعه، لانه بالنزله بيكون الويت عم بيساعدك، وزنك عم بيساعدك، فبالنزله بيكون الويت عم يعمل موتيف ورك. هلا الابلكيشن الثاني يا صبايا، عندي طلعة، أوكي. بالطلعة بدي أتوقع إنه الويت عم يعمل نيجاتيف ورك، لأنه أنت طالعة على الدرج بتتعبي لأنه وزنك عم بعيقك. فإذا أنا مشيت من A ل B، بس هون عندي تنشن، مزبوط. يعني هذا هو الدي من A ل B، فريكشن لورا، أكيد ورك دون باي فريكشن بهالحالة على طول هي كوساين 180 بيطلع نيجاتيف. هيدا التي مظبوط، الانجل بين التي وبين الاي بي، احملي الاي بي وحطي له راسه على راسه، يعني هذا صار الاي بي، الانجل بيناتهم 20، بتطلع بوزيتيف. التي هي شو؟ موتيف ورك. هلا الام جي، ركزي معي بالام جي. طيب اذا هيدا الاي بي مظبوط، هيدا الدي، اوكي، هيدا الام جي، وين هي الانجل؟ هيدا راسه للاي بي، بحمله وبحطه حد الام جي، يعني تقريبا يعني هون، هي هي الانجل اللي بيناتهم، هي هي. طيب اذا هيدي الفا وهيدي اللي هون 90 ناقص الفا، هيدي شو صارت؟ هيدي 180 ناقص 90 ناقص الفا. 180 ناقص 90 يعني 90 زائد الفا، اوكي. بهالحاله لانه طالع الاوبجكت اجباري بدها تكون الام جي عم تعمل نيجاتيف ورك، فبتصير ام جي دي كوساين 90 زائد الفا، هيدي بتصير ماينس ام جي دي ساين الفا، اوكي. فاذا برجع بعيد، هيدا الدي هيدا الدي هيدا الام جي هيك، هيدي هي الانجل بيناتهم، لانه اذا حطيت هذا الراس على هيدا هيدي مش هيدي،